طيب اشوف الخامسة. الحديث الخامس قال الحافظ، ودي برضو من 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 أكثر الشبهات عند الصوفية جميعا بيكرروها رقم خمسة دي، ودي جابها محمد المنتصر الإزيري للأواري في التلفزيون وداك ما قدر يرد عليه. دي ذات، شوف هذه ذات. نعم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، في الفتح يعني فتح الباري. نعم. برواية أبي صالح السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتى الرجل في المنام فقيل له ائت عمر الحليث. وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. قال الألباني رحمه الله معلقا على هذا الأثر قلت والجواب من وجوه: الأول عدم التسليم بصحة هذه القصة لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط، وهذان شرطان أساسيان في كل سند كما تقرر في علم المصطلح وقد أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر راويا عنه غير أبي صالح هذا، ففيه إشعار بأنه مجهول، ويؤيده ابن أبي حاتم نفسه مع سعة حفظه واطلاعه لم يحكي فيه توثيقا فبقي على الجهالة. ولا ينافي هذا قول الحافظ بإسناد صحيح برواية أبي صالح السمان، لأننا نقول إنه ليس نصا في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح ولقال رأسا عن مالك الدار وإسناده صحيح، ولكنه تعمد ذلك ليلفت النظر إلى أنها هنا شيئا ينبغي النظر فيه. والعلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب، منها أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله لما فيه من إيهام صحته لا سيما عند الاستدلال به، بل يريدون مما فيه موضع للنظر فيه، وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه الله تعالى هنا، وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن أبي حاتم، وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهالته والله أعلم. وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة، ويؤيد ما ذهبت إليه أن الحافظ المنذري أورد في الترغيب قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال رواه الطبراني في الكبير ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون ومالك الدار لا أعرفه، وكذا قال الهيثمي. طيب قال لك الرواية دي ضعيفة وشبهاتهم وين؟ دي بيستدلوا بها على شبهتين: جواز التوسل بالموتى وجواز دعاء الموتى، لأنه قالوا الرجل ده جالي قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد استسقي أو يا كذا يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، بيتكلم مع الميت، ودي من الشبهات بتاعتهم اللي بينشروها بكثرة. الشبهة دي انتبه لها جيدا. والبغرهم إنه الحافظ ابن حجر قال وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، قال الحافظ ابن حجر صححه، كيف تضعفيته؟ والحافظ ابن حجر ما صححه أبدا، الحافظ ابن حجر قال وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، تم الكلام، لازم يتم الكلام بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار، يعني من بداية السند أجابوا الحافظ ابن حجر رواه ابن أبي شيبة عند الحافظ صحيح، لكن ما لحد نهايته، صحيح لحد وين؟ لحد أبي صالح السمان. فلو كان السند ده صحيح عند ابن حجر من بدايته لنهايته كان قال بإسناد صحيح من رواية مالك الدار هناك، لكن وقف قبله، القبل مالك الدار منه؟ أبو صالح السمان. فالحافظ ابن حجر قال لك لحد أبو صالح السمان صحيح، لكن البعديه ده مالك الدار ده أنا ما تكلمت فيه، ما قلت صحيح.
ده بيشعرك بيحسسك بشنو؟ جهالة منو؟ مالك الدار عن منو؟ عن الحافظ ابن حجر. إذا نقول لهم تصحيح الحافظ ابن حجر جبتوا ده حجة عليكم، ما حجة عليكم، لأنه تصحيح الحافظ ابن حجر بس لحد ذكر وين؟ أبي صالح السمان. أبو صالح السمان ما مشى لحد مالك الدار. ونحن مشكلتنا معاكم في مالك الدار، وده ما وثقوا الحافظ ابن حجر، إنما لحد أبي صالح السمان. عشان كده شوف من علم وأمانة الحافظ ابن حجر قال بإسناد صحيح من رواية أبي مالك السمان، أبي صالح السمان عن مالك الدار، لكن صحيح لحدينا بس لحد السمان. فدي الجزئية الأولى بتشعرك بجهالة منو؟ مالك الدار. واحد. السبب الثاني أو الحجة الثانية اللي بتشعر بجهالة مالك الدار، الشيخ الألباني قال لك ابن أبي حاتم مع سعة علمه بالجرح والتعديل واطلاعه على الرجال وإنه ذاك مجروح وذاك معدل، ما حكى لما روى الأثر ده ما حكى توثيق في منو يا جماعة في مالك الدار برضه زي الحافظ ابن حجر، ما حكى به توثيق برضه، ده ما يشعر بجهالته، قال الألباني فبقي على الجهالة. طيب كذلك الحجة الثالثة إنه الحافظ المنذري اللي عنده كتاب الترغيب والترهيب روى قصة ثانية غير دي في إسناده في مالك الدار ده ذاته فوق الإشكال، ودي حجة أوضح انتبه ليها، في إسناده في مالك الدار ده ذاته لما رواه الحافظ المنذري قال رواه الطبراني في الكبير ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون ومالك الدار لا أعرفه. يبقى العلماء ده كلهم ابن حجر ابن أبي حاتم عن أبيه والحافظ المنذري كلهم هذول قالوا ما نعرف، زي زول ساكن قالوا ساكن في الحلة دي، سألت العمدة قال ما بعرف، سألت رئيس اللجنة ولا اسمه شنو سموها شنو هسه الخدمات قال ما بعرف، إمام الجامع قال ما بعرف، بيت الخمرة قال ما بعرف، يعني لا بيمشي الجامع لا بيمشي الإنداية ما بيجي لو بعرف، يبقى ما فينا هذول ما فينا ولا كيف. طيب كذلك الهيثمي برضو نمرة أربعة، الهيثمي برضو قال لا أعرف مالك الدار، أنا ثاني بعرفه منه، اللي بيعرفه ده اللي يجيبوا لنا الصوفية، بعرفه البرعي مالك الدار ده بعرفه منه. وأي سند فيه رجل مجهول معناته السند شنو؟ ضعيف اللي يجي من طريق ثاني أو كده ضعيف ما صحيح. نعم الثاني أنها مخالفة، ده السبب الأول بجميع الحجج اللي ذكرناها دي إن الرواية دي شنو يا جماعة؟ ضعيفة. طيب قبل ما نمشي للسبب الثاني وعرفنا ان الرواية ضعيفة، الرجل ده مجهول أجل القبر ده، قول السند كله صحيح العد مالك الدار ذاته صحيح، الرجل ده زول جه وقف في القبر وقال استسقي لأمتك محمد فإنهم قتلكوا وفات كان إعلاته وفات، هم من الرجل ده عشان ناخذ منه دين يا جماعة؟ مجهول. قام هم جابوا شبهة قالوا لا لا لا، سيف في كتاب الفتوح قال ده بلال بن حارث المزني وبلال ده صحابي، فعلا بلال بن حارث المزني صحابي كما قال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، صحيح صحابي هو، ودي الجابة اللي زيرك للهواري قال له ده صحابي، وبن باز قال لي قال الصحابي ده مشرك فتح له الكتاب قال لي شوفه ده قال لي شفته هاي، وبقى بن باز كفر الصحابي، ده ما فاهم المسألة من كوعة من بوعة. المهم أول حاجة بن باز ما كفر الصحابي، قال يا أخي ده بيستبعد وقوعه من صحابي التصرف ده يستبعد، قال ولو فرضنا فعل صحابي يبقى الصحيح ما أجمعوا عليه الصحابة الآخرين، هذا عمر لما استسقى بدعاء الرجل الصالح وإنه ما كان بيأتوا للقبور بيتكلموا عن الميت و ده كلام بن باز، ذاك بالتكبر بتاعه الحزبي بدل يا أخي لو قال الله أعلم سأل يورد بطننا ما في النهاية وفوق كل ذي علم عليم، لكن الكذب وين؟ قال لي شفته هاي ارجع المناظره اغرى جات الدنيا كلها جات. طيب المهم الخلاصه انه الرجل ده ما معروف الصحابي قالوا لا ده صحابي بلال بن حارث المزني، منو قال كده؟ قال لك سيف في كتاب الفتح، سيف ده منو؟ سيف ده سيف ابن عمر التميمي، ده زول سيء روى مطيا عن يحيى كما نقل الذهبي بالميزان قال فلس خير منه طراب خير منه قال
وقال أبو داود ليس بشيء. ده ما عنده حاجة. سيف هو سيف بن عمر التميمي إخباري تالف بينقل أخبار كثيرة تلقاها منقولة، ودي الأخبار جاب الدجال عشان يشبابها الصحابة أنه اقتتلوا بشنو السلطة كلها من رواية سيف بن عمر التميمي أو محمد بن عمر الواقدي أو أبو مخنف. الألباني قال لك ديل كلهم إذا لقيت أي أثر عن طريقهم الأثر ده ما صحيح، ديل كلهم مستهبلين. نعم. الثاني أنها مخالفة، وطبعا أتباع الدجال يقول لك جاب كتب. كيف المسألة في كثرة الكتب؟ المسألة بصحة المعلومة يا جماعة. الثاني أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماء كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة وأخذ به جماهير الأئمة، بل هي مخالفة لما أفادته الآية من الدعاء والاستغفار، وهي قوله تعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا ما فعله عمر بن الخطاب حيث استسقى وتوسل بدعاء العباس كما سبق بيانه. وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابهم القحط أن يصلوا ويدعوا، ولم ينقل عن أحد منهم مطلقا أنه التجأ إلى قبر النبي. الثالث هب أن القصة صحيحة فلا حجة فيها لأن مدارها على رجل لم يسمى فهو مجهول أيضا، وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شيئا لأن سيفا هذا هو ابن عمر التميمي، متفق على ضعفه عند المحدثين، بل قال ابن حبان فيه يروي الموضوعات عن الأثبات، وقالوا إنه كان يضع الحديث. ده وضع كذاب كان يضع الحديث، ده ما يؤخذ منه أي رواية. فمن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة. روايته ولا كرامة لا سيما عند المخالفة. وذكر الذهبي عن سيف بن عمر التميمي هذا في ميزان الاعتدال قوله: وروى مطيا عن يحيى فلس خير منه. ده خير منه طرابة وشلم. نعم. تعرف الشلم يا محمد؟ وقال عنه أبو داود ليس بشيء.